بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على الاندكس اكسس اوبريتور. يمكن اخدناه قبل كده، تعالى نعمل ابلكيشن كده او برنامج صغير عليه. احنا اخدناه قبل كده لما كنا بنشوف الكاركتر موضوعه كام في السترنج. لكن على العموم تعالى نعمل كده بسرعه مثال. خلينا نجيب المين فانكشن. المين فانكشن فيها الفاريبل اللي هو ايه، اللي شايل كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش مشكله. وتعالى طبعا احنا عايزين نعمل كلمه اندكس، يعني الموضع، ماشي؟ الاندكس اللي هو الموضع بتاع الكلمه يعني. فالاندكس اكسس اوبريتور مفترض انا عايز اوصل لموضع معين او اكسس حته معينه في نص. فانا هاجي مثلا اجرب لك كده برنت لاين وهقول له مثلا اللي انا عايز اعمله. الاندكس ده كان بيتعمل كده في القوسين اللي هم مربعين، فانا هاجي اقول له ايه بتساوي، هيطبع لي قيمه الايه كان بسم الله الرحمن الرحيم. والاندكس انا عايز اجيب الاندكس اوف مثلا، او ترتيب مثلا اوف 4، يعني الترتيب في الحرف الرابع. ترتيب الحرف الرابع المفترض هو يطلع الالف، بسم بيم به سين ميم، والسبيس ادي الرابع خلاص، والخامس حرف الالف، مظبوط. لكن هو هيعد بالبه بزيرو، السين بواحد، الميم باتنين، السبيس بتلاتة، الف في كلمة الله باربعة. فهنا اهو قلت برنت لاين الاي الفاريبل اي اوف 4. وتعالى نشوف كده لما نرن البرنامج، قال لي زي ما احنا شايفين كده ان لا، في انا الالف اهي اندكس اوف اي، لا دي كانت مكتوبه ثابته، دي كانت مكتوبه ثابته، لكن هنا الاي طلعت مش مظبوطه. احنا محتاجين نغير الاي، نغير دي، نطلعها بره، نغير اللي هي الاي اوف 4 دي، خليها بره، الدبل كوتيشن، لما هنضطر نفتح لها قوس اللي هي المجموعه، فنطلعها بره والدبل كوتيشن على طول. عملت زائد وقلت هنا الاي طبعا من غير علامه دولار ساين بقى، ورن من اول وجديد. فالمثال هنا المفروض يجيب لي الموضع رقم 4 اللي هو حرف الايه، حرف الالف. فجاب لي فعلا زي ما احنا شايفين كده حرف الايه، حرف الالف. طب كده بنقدر ناكسس الاندكس اللي هو الموضع، ودايما الاندكس بتاعنا بيبدا بايه، بيبدا بزيرو. طبعا هاخد مثال كمان عشان اوضح الفكره، ان هو متعلق بموضوع اسمه الاري، معناه ان شاء الله هنفرد فيما بعد لموضوع الاري تفصيل. لكن هنبدا باكزامبل، نعمل المين فانكشن بتاعتنا، وهقول له مثلا على سبيل المثال عايز اعمل فار، هنسميها اري او اي ار ار، وهعرفها بحاجه اسمها انت اري اوف. انت اري اوف يعني سلسله من المتغيرات مرتبه، حطيت في اول خليه فيها واحد، تاني خليه حاطط فيها اثنين، تالت خليه حاطط فيها ثلاثه، رابع خليه اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمام، اللي هما بالنسبه لنا من صفر لسته ترتيب. يبقى الاندكس بتاعهم من صفر لسته. في الخانه صفر في رقم واحد، في الخانه واحد في رقم اثنين الى اخره، في الخانه في الاندكس سته كان في الرقم سبعه. وقلت له برنت لاين فاليو اوف اري اوف خمسه. فاليو اوف اري اوف خمسه، خمسه دي اللي هي هتجيب لي المفترض اللي متخزن فيها رقم سته. نخزن فيها رقم ايه؟ ستة، ولا صفر بواحد اتنين والاخره. فاحنا المفروض نطبع اللي موجود في الخانة رقم خمسة، تمام؟ طيب، وبعد كده قمت مغير، قلت له الخانة رقم خمسة الري اوف فايف، يعني الخانة رقم خمسة حط لي فيها رقم سبعة. فاللي هيحصل ايه؟ ان هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سبعة سبعة، تمام كده؟ سبعة سبعة. وبعد كده يطبعها لك، فالمفروض يجيب لك ايه؟ رقم سبعة. يبقى تاني واحدة هتريبليس القيمة. فقال لي طبعا الفاليو اوف الري اوف 5 قال لي هي رقم 6، وبعد كده رابلس الايه؟ رابلس مكان الستة وخلاها سبعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.